طيب الخبر اللي جاي يعني على قد ما هو خبر حزين، ولكن على قد ما هذا الرجل أمدنا بخيال عظيم. كم ساعة كده رحل عن عالمنا الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، أحد أبرز رواد الكتابة للأطفال في مصر والعالم العربي. أكيد تقرأ دايما الكتاب وتقرأ اسمه يعقوب الشاروني. الشاروني الحقيقة يعني بلغ عدد الكتب اللي كتبها للأطفال واتنشرت أكتر من 400 كتاب، وحصل من خلالهم على عدة جوائز الحقيقة في الكتابة للطفل، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال سنة 2001، وده كان في مجال التأليف عن كتابة أجمل الحكايات الشعبية، وتسلمها من السيدة سوزان مبارك. لكن أنا عايزة أقول لكم أنه يعقوب الشاروني كلنا لازم نبقى عارفين أنه مش بس كاتب عظيم، هو كاتب شكل وجدان أجيال، شكل يعني الخيال، شكل عندك، إداك كمية الكلمات اللي ممكن أنت تستخدمها في كلامك وفي لغتك، يعني شكل وجدانك بالفكرة، وبالذات للأطفال إزاي أنت تتخيل الأشياء وتستمتع في نفس الوقت. خليني كده أدردش أكتر ومزيد من التفاصيل دكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير. مساء الخير دكتورة شهيرة. أستاذة شفكي أهلا بيكي. يعني يعز علينا هذا الخبر، لكن الحقيقة يعني هذا الكاتب العظيم زي ما قلت شكل وجدان أجيال. آه طبعا الحقيقة احنا فقدنا النهاردة واحد من أهم رواد يعني أدب الطفل في مصر وفي الوطن العربي كله، لأن شهرته بس ما كانتش في مصر، كانت في الوطن العربي. فالحقيقة احنا بنأسف لهذا الخبر، لكن الحقيقة هو ترك ذخيرة من الكتب والخبرات الحياتية اللي مش ممكن أبدا أي حد بيعمل في مجال الطفل يغفلها ابدا. صحيح. فيعني سواء كتب سواء تجارب، هو ما لم يتهاون ابدا انه يقف في ظهر اي كاتب صغير. صحيح. احنا تربينا كلنا، كل الاجيال اتربت على كتبه، وما كناش عارفين مين اللي كاتب الحقيقه. صحيح. غير لما كبرنا، كان بقى من حسن حظي انا وحسن حظ العاملين في المجال ان احنا تعرفنا بيه شخصيا. انا تعرفت بيه في مرحله مبكره من حياتي، انا اول ما اشتغلت في مجال الاطفال او مجال صحافه الطفل بشكل عام، وكان هو بيزاملني في المهرجان سينما الطفل، كان معايا في لجنه المشاهده. فتخيلي حضرتك ان انا كنت لسه صغيره وهذا العملاق جنبي، ويبتدي يشرح لي بقى الافلام ويتكلم واستقي من خبراته. طبعا. مش انا بس، انا والاف. صحيح. من العاملين في المجال. فالحقيقة فضله كبير جدا. وكمان لما جينا طورنا مجلة سمير سنة 2002، كان أكتر واحد وقف جنبنا، إن هو بدأ يقول لي خبراته ونعمل كذا ونعملش كذا، واداني حاجة جميلة قوي من كتابات وأهدان. أهدى مجلة سمير مجموعة من القصص ننشرها بلا مقابل، كان صحيح. هو بيكتبها. هو كان عاشق للكتابة، وفي مجال الطفل كان رائد من الرواد زي ما حضرتك قلتي. يعني هذه هي فترة الطفل اللي هو ما قبل الفضائيات وما قبل السوشيال ميديا، فهو كان بالنسبة لنا الفضائيات والسوشيال ميديا والعالم الآخر. يعني هو غزة وجدان الأطفال وخيالهم بعالم لم يعيشوا فيه ولا يعرفوه، فكان هو المفتاح بالنسبة لهم. ده اكيد، ده من اول، من واحنا اطفال الحقيقه. ما اكيد كل طفل يعني كل صحيح. طفل موجود وكبر لازم كان يكون قرا للاستاذ يعقوب الشاروني. مش عايزه كلام. وكان بيتميز بحاجه والله استاذ شاكي، ان هو كان بيواكب العصر، مش بس ان هو كان بيكتب كتابات قديمه كلاسيكيه، لا هو طبعا كان بيواكب العصر ومتطور، وهو اللي كان يشرح لنا يعني ايه الموضه الجديده اللي طلعت في ادب الاطفال والكتب الجديده شكلها والحكايات ازاي. الشعبيه البسيطه اللي خلت عند الاطفال يبقى عارف هي الحكايه دي اصلها لايه وليه بيتقال كده وايه القصه جايه منين. يعني الحقيقه السرد كمان عنده في الحكايات الشعبيه كان عظيم. يعني بالإضافة لشخصيته هو بقى، سماته الشخصية، يعني قد إيه هو كان متعاون، قد إيه بيقف جنب أي حد، قد إيه هو بيدعو كل الشباب إنه يجوا يفتح بيته طبعا. لكل الشباب علشان يتعلموا منه، قد إيه كان بيهدي كتبه بالمجان لكل صحيح. مريديه.
فالحقيقة ده فضله كبير جدا جدا على الحقيقة. كل العالمين. هو كان سبب في تشكيل وجداننا ووجدان أطفال طبعاً كتير طبعاً. وخيالهم وشخصياتهم، إن هو يبقى عندهم ثقل في الفكر كده يعني. يعني صحيح. استمتعنا بيه وسنظل، لأنه لا الفكر ولا الكتابة تموت أبدا أبدا يعني، سيظل اسم كبير ورائد من رواد الكتابة للأطفال يعقوب الشاروني، يعني هيفضل دايما في الذاكرة طول الوقت بما قدمه الحقيقة في مجال يعني الأطفال وأدب الأطفال. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة شهيرة خليل، رئيس تحرير مجلة سمير، ودايما تكملوا المسيرة.